أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أنه يمكن للبنك الإفريقي للتنمية الدخول بقوة في مبادرات إقليمية أو قارية جاء ذلك خلال كلمة مدبولي خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ البنك بيضمن عدد من الدول الأفريقية وكل الدول الأفريقية في تأمين تمويل ميسر ويمكن هو ذكر النموذج المصري في تأمين أن احنا ندخل بنعمل سندات البندة وان البنك بيقدر ان هو بيضمن مصر في هذا الشان اعتقد دي تجربه شديده الاهميه وايضا دخول البنك بقوه في دعم العديد من المبادرات الوطنيه اللي بتقوم هذه الدول دول افريقيا بتنفيذها لتحقيق اهداف التنميه المستم... المستدامه ومنها على الاخص مشروع يمكن يعتبر نموذج احنا بدانا نطبقه بعد مؤتمر الكوب 27 وهو منصه نوفي والخاصة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء والطاقة وتولي البنك التنمية الأفريقي مساعدة مصر في تدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج أعتقد ده أيضا نموذج ناجح يستطيع البنك التنمية الأفريقي أن يكرره أن يحول مثل هذه المبادرات إلى أن تكون مبادرة إقليمية أو مبادرة قارية